جاء الدين ليكون العلاقة بين الخالق والمخلوق، وليشكل الروابط الكفيلة بأن يحيى الإنسان على ضوئها حياة سعيدة توصله إلى الهدف الذي خلقه الله له. وجاء الإسلام ليكون خاتم الأديان ونهاية المطاف لشكل هذه الرابطة الإلهية. لذا فمن البديهي أن تكون العلاقة بين الإسلام والمجتمع علاقة تكوينية لا تنفك، وعليه لا يمكن تصور المجتمع بلا دين، ولا يمكن تصور أن يكون هناك مجتمعاً أفضل من المجتمع يسوده الإسلام. فهل هذا التصور واقعي؟ هل الإسلام يتلائم ويتوافق مع المجتمع قديماً وحديثاً ومستقبلاً؟ حياكم الله أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج إسلامنا. حلقتنا اليوم نتكلم فيها حول الإسلام والمجتمع، وضيفنا اللي نتحاور معه في هذه الحلقة هو سماحة السيد هاني المعلم. حياك الله سماحة السيد. أهلا حبيبي، الله يسلمكم. سماحة السيد، راح أدخل في المحاور مباشرة يعني، وكمقدمة لأول محور راح نأخذ مجموعة مفاهيم. إذا نعرف المجتمع من المنظور الإسلامي، كيف نرى المجتمع من المنظور الإسلامي؟ هل هناك مفهوم واحد أم هناك عدة مفاهيم والمجتمع الإسلامي واحد هذه المفاهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هو ما موجود تعريف خاص بالمجتمع الإسلامي، ولكن موجود تعريف خاص بالمجتمع، اللي هي مجموعة الأنظمة والقوانين والأعراف والتقاليد اللي تحكم مجموعة من الناس موجودين في مكان معين. هذا التعريف ممكن أن احنا نطبقه على المجتمع الإسلامي، فنقول أن هي الأنظمة والقوانين والأعراف والتقاليد الإسلامية اللي تحكم هاي المجموعة اللي يدينون بهذا الدين والموجودين في هذا المكان. وعلى أساسه ممكن أن احنا بعد نمشي هذا التعريف حتى على المجتمع المسيحي، المجتمع المنحل الملحد، اللي هي الأنظمة والقوانين اللي تحكم هذا المجتمع، وتكون هي الأنظمة والقوانين مثلا مسيحية يهودية هندوسية وإلى آخره. فنقدر نقول أن هذا مجتمع هندوسي تابعا للأنظمة والقوانين اللي تحكم هذا المجتمع. وهم كذلك أقدر أن هذا أقول مسيحية، أقدر أقول هذا مجتمع منحل، هذا مجتمع جاهلي مثلا. شو المشكلة؟ ليش سميناه مجتمع جاهلي؟ لأن الأنظمة والقوانين والعرف والتقاليد جاهلية، وكانت حاكمة على هي المجموعة من الناس وكانت تسير حياتهم، فسميت هذا المجتمع مجتمع جاهلي. فعلى هذا الأساس. أما المجتمع الإسلامي فمثل ما قلنا أنه الأنظمة والقوانين والأعراف والتقاليد الإسلامية اللي تحكم هؤلاء اللي يدينون بهذا الدين، اللي يدينون بهذه الأعراف وبهذه التقاليد وبهذه الأنظمة وبهذه القوانين، ويجعلونها حاكمة على جوهم العام اللي هم يعيشون في حياتهم. من المفترض أنها تكون موحدة وغير مختلفة. بلي، لازم تكون موحدة ومذعن إليها، بحيث أنه تحكم يعني، خصوصا يعني الأنظمة والقوانين ممكن أنه يتحايل عليها، بس العرف والتقاليد لأنها متأصلة في أفكارهم ومتأصلة في وعيهم، فتصير موجودة وحاكمة في حياتهم ومتفق عليها وغير يعني متجاوزة. لأن إذا تم التجاوز هيصير أنه كأنه واحد متجاوز الأعراف الاجتماعية، فيصير منظور المجتمع إليه على أن هذا متجاوز إلى الأعراف، وهذا مو موجود في مجتمعنا. ممكن نحن نسمع هذا الكلام، هذا مو موجود في مجتمعنا، مو هذا اللي تسالمنا عليه وإلى آخر. يعني ممكن يكون غير متكامل، يكون منقوص الرؤية يعني كانت الرؤية الإسلامية. سمعت سيد، التاريخ الإسلامي يعكس مراحل كثيرة، فمن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله والأمة الإسلامية تعيش اضطراب إلى يومنا هذا على الصعيد السياسي. هل هذا الاضطراب
أثر على المجتمعات الإسلامية في نظركم؟ بلا شك. ليش؟ لأن هذا الاضطراب السياسي بعد وفاة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ووجود الدول المتلاحقة والمتعاقبة على الدولة الإسلامية، كانت كل دولة تجي تخلي أنظمة وقوانين تناسب وجودها وتناسب استمراريتها. فكانت هذه الأنظمة والقوانين تحكم الناس وتحكمهم بطريقة في بعض الأحيان تخليهم يخافون، فيصير أن هذا المجتمع عنده نسبة كبيرة من الخوف حاكمة عليه بسبب القوانين والأنظمة اللي أسستها الدولة اللي كانت تحكم المسلمين في ذلك الوقت. فلما نجي نشوف مثلا مع تبدل، لما نقرأ المجتمعات الإسلامية مثلا في حقبة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، نشوف أن لها بعض السمات، لها بعض الأعراف، لها بعض القوانين المختلفة اللي أصل لها رسول الله صلى الله عليه وآله، مختلفة في بعض الأحيان عن اللي أصلها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. لما نروح إلى الدولة بعد الخلافة، الدولة الأموية، نشوف النبأ بنفس الطريقة موجود، أنه في أعراف، في نوع من السمات موجودة غير ما هو موجود في الدولة بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وبنفس الطريقة المجتمع، بهي الطريقة نقرأ المجتمعات الإسلامية من ذاك الوقت إلى هذا الوقت، وبهذه الطريقة نشوف أن تولد الأعراف وتولد القوانين وتولد الأنظمة وتولد السمات الاجتماعية، بحيث أن بعضها كان يكتسب قداسة، وبعضها كان بعض هذه الأنظمة كانت تكتسب قداسة معينة، بعضها كان يكتسب نوع كأنه منزل ما أحد يقدر يتجاوزه، مع أنه لما نعرضه على كمجتمع إسلامي على المنظور والنظرية الإسلامية الاجتماعية، نشوف أنه ما له وجود أصلا، ونشوف أن الإسلام في بعض الأحيان لا يحاربه ويعتقد بخلافه. هذا الخلاف سمحت السيد من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وزمن دولة الخلافة ومن بعد الدولة الأموية والدولة العباسية، هذه كلها يطلق عليها بأنها مجتمعات إسلامية، لكن هل هذا صحيح سمعت السيد؟ ما أقدر أن أقول أنه مجتمع إسلامي حقيقي أو مجتمع إسلامي صوري. في بعض الأحيان يعني طبعا المجتمع في دولة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان صورة ومضمون وحقيقة وواعي، كان مجتمع إسلامي بكل جزئياته. أما المجتمعات بعد دولة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الآن فيها كثير من الصورة الإسلامية، لكن كمضمون، كحقيقة الإسلام، كوعي الإسلام، كروح الإسلام، ما موجودة. وما أقدر أن أنا أقول لا هي موجودة باعتبار أن تعريف المجتمع ينطبق عليها. ليش؟ تعريف المجتمع أنظمة وقوانين، وزين الأنظمة والقوانين الموجودة هي الأنظمة والقوانين الإسلامية، لكن بحسب ما ترتضيه الدول الموجودة والحاكمة. يعني مثلا أن تكون الدولة عشان تضمن استقرارها واستمرارها، أن هي تخلي مجموعة من الناس يوضعون إليها أحاديث، هي الأحاديث تخدمها. وهذا انتشرت جماعة الوضاعين معروفين، وأثروا في الدول الإسلامية واستمرار الدول اللي كانت موجودة وكانت تحكم باسم الإسلام وكانت تحكم على أساس أن الشريعة الإسلامية هي الحاكمة. مثلا إذا سرق السارق تقطع يده، إذا زنى الزاني يعاقب بعقوبة الزاني، لكن هذه صورة الإسلام مو حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام إذا سرق السارق وهو كان معوز، وأن الدولة ما كانت تصرف عليه، وأن الدولة كانت تضيق عليه، لا، الحاكم مال الدولة هي اللي تقطع يده مو السارق، لأن ما سرق هذا السارق إلا عن حاجة، إلا أنه كان محاصر. ففي اختلاف بين روح الإسلام والنظرية الإسلامية، وعي الإسلام في المجتمع، وبين الأنظمة والقوانين الإسلامية الحاكمة في المجتمع. والمشكلة هي أنه لا، الموجود عندنا هو صورة الإسلام كحاكم في مجتمعاتنا بصورة سياسية أو حتى بالصورة الاجتماعية والعرفية، موجود صورة الإسلام، أما حقيقة الإسلام لا، ما أقدر أن أنا أقول موجودة. كمثال آخر، أنه إحنا في الإسلام
نسهل عملية الزواج. لما أجي أشوف أن الإسلام شلون يتعامل مع قضية الزواج، سهلة جدا جدا جدا. الإسلام يسهل عملية الزواج، لكن الآن تعال طبق إلي هذا الأمر في المجتمع، أقدر أطبقه أو لا؟ صحيح. يعني أنا أقدر باعتبار أنك أنت مجتمع إسلامي، فأنت مجتمع إسلامي وتحكمك الأنظمة الإسلامية، الأنظمة الإسلامية تسهل عملية الزواج بصورة جدا سهلة، بحيث أنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم زوج واحدة من واحد على أن يعلمها قل هو الله أحد. الآن ممكن أن أطبق هذا مع أنه مجتمع إسلامي، فأشوف فيه مفارقة بين روح الإسلام وصورة الإسلام. سمحت سيد، هذا السؤال كان مقدمة إلى سؤالنا التالي، وهو أن لكل مجتمع سمات تميزة ومميزات وخصائص تميزة، كالمجتمع المادي يختلف عن المجتمع الإسلامي. ما هي معالم النظرية الإسلامية للمجتمع؟ كيف يرى الإسلام المجتمع؟ وما هو قواعد وقوائم التي تقوم عليها المجتمعات الإسلامية؟ بلي أحسن. عندنا سمات، هذه السمات نقدر نقسمها إلى ثلاثة أمور. أولاً عندنا أنظمة وقوانين اجتماعية تنظم حياة الإنسان، وعندنا أنظمة اجتماعية رادعة، وعندنا أنظمة اجتماعية لحل المشاكل. لتنظيم حياة الإنسان نشوف القوانين اللي تنظم حياة الإنسان في حياته الاجتماعية مع الآخرين. السمات اللي تجمع هي ثلاثة الأمور هي وجود حالة كبيرة من التكافل، التراحم، التضامن، التعاضد. هذا الأمر الغير موجود في كثير من الأنظمة الأخرى وفي كثير من المجتمعات الأخرى. الدين قاعد يركز على هي الأمور، التعاضد، التراحم، التكافل، بحيث أن الفرد في المجتمع الإسلامي مو فرد واحد. الفرد أو النظرة الإسلامية إلى المجتمع أنهم كلهم واحد، مو فرد واحد، كلهم، كل الأفراد هو واحد. فنشوف أنه دائما في تشريعاته وفي أنظمته يسعى في هذا المسعى أن يجعل الجميع كفرد واحد. مثل المؤمنين أو المسلمين في تعاضدهم في تلاحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى. يعني أن العضو اللي فيه الألم هو عضو واحد، هذا الأعضاء دخلهم في هذا العضو، لكن هم يتعبون لأجله. تشوف الألم لما يصيد الإنسان وجع بالرأس، الرجل ش حاله يعني ش دخلها، لكن هم كذلك يصيدها نفس التعب ويصيدها نفس الإرهاق ونفس الألم. المجتمع الإسلامي بهي الطريقة، سمات المجتمع الإسلامي أنه يكون متراحم متعاضل متكافل، يعني يحل كل واحد من أفراده في مكان الجميع، بحيث أنهم كلهم يصيرون واحد. بهذه الطريقة. يعني هذه السمة العامة للمجتمع الإسلامي، هو التراحم والتعاضد والتكافل. لكن على مستوى أرض الواقع، لماذا يعيش المجتمع الإسلامي التناحر والنفور والصراع؟ نرجع إلى مثل ما تكلمنا في السؤال الثاني، أن إحنا قاعدين نخلي الصورة هو مجتمع إسلامي، لكن الروح مي موجودة، الروح مي موجودة، وهذا أسف كبير. يعني الإمام الرضا سلام الله عليه لما نزل إلى مرو، أول ما وصل خراسان نزل إلى هاي القرية، في أول يومين وهو ولي العهد إلى الدولة العباسية، ودولة الدولة العباسية في أوج قوتها وفي عصرها الذهبي، وهذا ولي العهد إلى هذه الدولة، يروح يزور واحد مسيحي في بيته، وهذا المسيحي كان مشارف على الموت. احنا عندنا روايات الكثيرة اللي لما نقراها نستغرب من ثواب زيارة او عيادة المريض. يعني رواية تقول ان من عاد مريضا وكل الله سبحانه وتعالى له 70,000 ملك يستغفرون له منذ خروجه الى ما يرجع. خلينا نجي نقراها مستوعبين السالفة يعني بصورة صحيحة، ولا 70,000 ملك، مو سبعة، مو 70، مو 700، مو 7,000، 70,000 ملك. وهذا الملك اللي ما عصى الله سبحانه وتعالى طرفة عين، وهذا القريب من عند الله سبحانه وتعالى يستغفر إليه. يعني أنا ساعات أحتاج أقول إليك أبو فاطمة مولاي ادعو إلي، زين، فأنت وأحتاج إلى دعاك، فشلون 70,000 واحد منك، 70 واحد ما أخطأوا، 70,000 واحد ما أخطأوا،
وقريبة من عند الله سبحانه وتعالى. ثواب عظيم، ثواب عظيم. يعني خمس دقائق ممكن احنا نسوي بعملية حسابية نشوف الخمس دقائق في هذه ايش قد انا حصلت من الاستغفار. زين، الإمام الرضا ودانا إلى أبعد من ذلك، مو بس الزور اللي مثلك في الديانة، مثيلك في الديانة أو شريكك في الديانة، لا، روح إلى الأبعد من ذلك، تشوف أن هذا ما دام عضو موجود في المجتمع الإسلامي فهو يستحق هذا التكافل، يستحق هذا التعاضل، يستحق هذا التراحم، فأنا أروح أزوره أحصل الثواب وهو يحس أنه مو واحد فرد لوحده موجود في المجتمع. لما أجي أطبق هذا في حياتنا أشوف أن أنا ما راح أصير في مرحلة من المراحل في مكان خوف أو وجل أو يعني نوع من القلق، لأن أنا موجود في مجتمع ما مو متجانس معه. كل هذا لأن روح الإسلام طبقت، روح الإسلام طبقت. لكن لما نطبق الصورة ونخلي الروح بعيدة، أو لما أجي أنا ألبس لأغراض نفسية وأهواء نفسية، ألبس هذه الأمور بعض الألبسة اللي ما تليق بها، يعني هذا اللي يروح يزور المرضى أو اللي يتراحم مع الآخرين أو اللي يتكافل مع الآخرين هذا غبي. ما هذا تجاش يسوي؟ يعني أنت هذه المال مالك، شنو تروح تتكافل ويا الآخر وتعطيه؟ شنو قاعد تعطيه بهذا القدر؟ شنو يعني احنا نشوف ان الصدقة لها ثواب والقرض له ثواب، زين ايه هو ثوابه ازيد؟ القرض ثوابه ازيد، مع ان هذا القرض راح يرجع اليك المال، صحيح، والصدقة ما راح ترجع اليك المال، الصدقة لله سبحانه وتعالى والقرض في الاخرين، ليش هذا ثوابه ازيد؟ لان هذا راح ينتج مجتمع متكافل متعاضل متراحم، صحيح. فبهي الطريقة الروح مي موجودة للأسف، احنا اللي نطلبه ان يكون روح الإسلام موجودة في المجتمع الإسلامي. سمعت سيد، محورنا القادم هو حقوق الإنسان في المجتمع الإسلامي، راح نبدأ في هذا الحوار لكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم. حياكم الله أعزائي المشاهدين في الجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم، وهي الإسلام والمجتمع، نتحاور فيها مع سماحة السيد هاني المعلم، وحوار الثاني هو حقوق الإنسان والمجتمع الإسلامي. سماحة السيد، من الشبهات اللي تحوم حول الإسلام بأن المجتمعات الغربية تتميز بحقوق الإنسان والحريات وما إلى ذلك، وهذه الأمور المنقوصة في المجتمعات الإسلامية، كيف يرى الإسلام مسألة حقوق الإنسان؟ الإنسان في المنظور الإسلامي كيان مكرم له قيمة كبيرة، والإنسان هو عامل الله سبحانه وتعالى في الأرض الذي سوف يعمر هذه الأرض، وعن طريقه الله سبحانه وتعالى يكون موجود في أذهنة الناس. يعني الإنسان هو اللي هو خليفة الله سبحانه وتعالى في الأرض، وعن طريق هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى الإنسان الداعي لله سبحانه وتعالى يكون الله سبحانه وتعالى موجود في أذهنة الناس. الإسلام لما ينظر إلى الإسلام نظرة إلى الإنسان، هذه النظرة أنه مكرم معزز له قيمة كبيرة رقم واحد، هذا هو حق من حقوق الإنسان التي يتكلم عنه الجانب أو في المنظور الغربي، أن لكل واحد قيمته الخاصة وكرامته الخاصة، وممنوع أنه هذه الكرامة أو هذه القيمة تهان، فهذا موجود عندنا. ولما أرجع بعد إلى كثير من الحقوق اللي موجودة في مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أشوفها موجودة في الإسلام، لكن إحنا إسلاميا ما أظهرناها بمظهرها الجميل جدا اللي أظهروا به هم حقوق الإنسان وسوقوا به هم حقوق الإنسان ونشروا به هم حقوق الإنسان، إضافة إلى وجود السلطات الموجودة في الدول الإسلامية المتعاقبة اللي يعني جعلت حقوق الإنسان شيء غير معمول به وأهانت حقوق الإنسان بشكل كبير. زين، هذه الدول موصومة بدول إسلامية
وتعتمد الإسلام كنظام أساسي. فهم لما يجون يقولون مثلا يجون يقرؤون الدولة الإسلامية ويشوفون أن واحد مثل الحجاج واحد من ولاة الدولة الإسلامية مأمور أنه يقتل الناس على الظن، على أساس الظن، بعد ما يحتاج أنه يتأكد، على أساس الظن يقتل. وأن كان الإنسان معدوم القيمة ومعدوم الكرامة في دولته، أهو يجون إلى أن المنتسبين إلى هذا العرق أو المنتسبين إلى هذا الدين أو إلى هذا المذهب أو المنتسبين إلى هذا اللون، هؤلاء يعني منتهكي الكرامة، بحيث أنهم كانت قصور بني العباس مبنية على أجساد هؤلاء. نعم. لما يجون يقرون الدولة الإسلامية المتشدقة بالإسلام، إذا كان الإسلام هو الصورة الموجودة وإحنا أنظمتنا أنظمة إسلامية ويعامل الإسلام الإنسان فيها بهذه الطريقة، يجون يقولون فعلا يعني إحنا هذا الكلام كأنما يقولون لأن هذا الكلام هو موجود مو من عندنا، هذا الموجود عنكم، هذا تاريخكم يقول بهي الطريقة أن الإنسان كان ما إلى قيمة وما إلى كرامة، مع أن القرآن اللي هو دستورنا وأحاديث الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته كانت تعطي بشكل كبير قيمة للإنسان، وكل الحقوق بل أزيد من الحقوق اللي صدرت في الإعلان العالمي من حقوق الإنسان موجودة في الإسلام. فالمشكلة في وين؟ المشكلة في رقم واحد إن إحنا ما أظهرنا هذه الحقوق بصورة صحيحة، يعني في كثير من الأحيان حق المرأة، حق المرأة جاء الغرب ورافع حق المرأة ويتهم الإسلام بأنه مضيع إلى حقوق المرأة، مع أن إحنا إسلامياً فعلاً لما نجي نقرأ الإسلام وأنظمة الإسلام وحقيقة الإسلام وأفكار الإسلام فكر الإسلامي ينظر إلى المرأة بالعكس كيان مقدس، وينظر إلى المرأة أنه كيان له من الحقوق أكثر من إلى الرجل، بل أن الإسلام يرى المرأة جوهرة، يرى المرأة ملكة، يرى المرأة أميرة لها من الحقوق أكثر مما للرجل، هي أساس المجتمع، هي أساس الحياة. فالدين كان ينظر إلى المرأة بهذه الطريقة، يعني حرام أنه يتهم بأنه يضيع حقوق المرأة أو يضيع حقوق الإنسان. لكن الممارسة ليش؟ لأن السلطة، هذا الشيء الثاني، السلطة يعني أفرغت الإسلام من ممارسته الحقيقية ومن روحه الحقيقية، واتخذت فقط ما تستطيع الاستمرار على أساسه، وأخذت من الإسلام ما يناسبها، وأخذت من الإسلام الصورة الخارجية. فعلى هذا الأساس فعلا هم يجون يقولون لأن أنتم ما تراعون حقوق الإنسان، لكن إحنا لا، موجود عندنا حقوق الإنسان، وإحنا ندعو كثير من الأحيان ندعو إلى الأخوة المشتغلين بحقوق الإنسان أن يأصلون حقوق الإنسان إسلاميا، ونقول لهم تعالوا قرأوا الإسلام بشكل صحيح عشان تأصلون إلى حقوق الإسلام الإنسان بشكل صحيح إسلاميا. نعم. إذا المسؤولية تقع على من يتبنى هذا الفكر رقم واحد، رقم اثنين إلى الحكومات الموجودة حاليا يحاولون يغيرون الصورة اللي رسمتها الحكومات المتعاقبة السابقة، يعني يعني هم مطالبين أنهم يبثون روح الإسلام الحقيقية، بحيث أنه هذا النور العظيم وهذا الوجود العظيم والأنظمة الإسلامية العظيمة فعلا اللي فيها كل الحلول وفيها كل الكرامة للإنسان أنه تظهر على أرض الواقع، وإلا راح دائما نكون في جهاد عشان نقول إلى الناس البقية المخالفين أنه تعالوا اقرأوا الإسلام بصورته الحقيقية. سمحت سيد، الحين إحنا في أمور ممكن السيطرة عليها والكلام فيها، وأمور غير ممكن السيطرة عليها. إذا تكلمنا عن ممارسات مجتمعية هذه ممكن السيطرة عليها، ممكن. الممارسات المجتمعية ليش ما تنم على أن وجود فيه حقوق إنسان، ممارسات معينة من باب اللي إحنا تكلمنا عنه، باب اضطهاد حقوق المرأة، بأن المرأة تعامل بطريقة يعني يمكن تعرفون سماحة السيد أنها غير مناسبة، كذلك مثلا أثر إلى أن هذه التربية يعني أدت إلى أن تنشئ أجيال سلطوية يعني فيها، صحيح، بأن تربت على شكل سلطوي، فالأجيال ظهرت أجيال سلطوية، أول شيء تكون خاضعة للأبوين مثلا ثم خاضعة للسلطة، بالإضافة إلى أن
في حال أن هذا الطفل يكبر يمارس نفس الدور في المجتمع، إذا إحنا ما نستشعر هذه الحالة كيف نتحرك؟ وهذه مشكلة كبيرة، كأنما هي قنبلة موقوتة ومسكوت عنها، ولابد أن إحنا نخلي إلى هذا الأمر حد، بحيث أن نخلي المنظور الإسلامي والقوانين الإسلامية هي الحاكمة. لو ما نخليها هي الحاكمة بتشوف أن لا، هذه الأمور كلها مي موجودة. المشكلة أنه اجتماعيا صار في تفارق، وصار في تنازع، وصار في تقسيم بين النظرية وبين التطبيق، واعتبرت النظرية الإسلامية شيء من المثالية لا مكان لها في المجتمع الإسلامي، ولا جت تتكلم عن قناعة هذه، وصارت التطبيق هو ما هو موجود عليه من ومتسالم عليه من السابقين إلى الأولين. وإحنا نشوف بشكل كبير الإسلام في كثير من آيات القرآن، في كثير من آياته يذم هذه الحالة. يعني لما يجي يتكلم عن هؤلاء، إن وجدنا آباءنا على ملة وإن على آثارهم مقتدون، هذه الحالة مذمومة. تعالوا احتكموا إلى الدين، احتكموا إلى الإسلام وطبقوه. مدام أنت معترف بالإسلام دين ومقتنع بأنه له حاكمية على حياتك، خله له وجود، وروح الإسلام هي اللي لها وجود، مو بس الصورة الخارجية. وإلا مثل ما قلت أنه راح يصير يعني ممارسات مخجلة. الآخر لما يجي ينبي يقرأ الإسلام من خلال ممارساته ومن خلال تطبيقاته، راح يشوف أن الإسلام على أساس هذه الممارسات وعلى أساس هذه التطبيقات متخلف رجعي، لا يحترم حقوق المرأة، لا يحترم حقوق الإنسان بشكل عام. وهذه مشكلة. بهي الطريقة أنا قاعد أشوه صورة الإسلام، وأنا ما أدري، مع أني أنا واحد من الأفراد الموجودين في هذا المجتمع. وإحنا قلنا في المحور الأول أن ما تقدر تتحرك أنت كفرد، في الإسلام إحنا نتحرك كمجموعة. يعني أنت ما إليك أنك أنت تقول هذه قناعتي، ما إليك، لأن في النهاية هي قناعتك إذا ما كانت مرتكزة على يعني على علم مسبق، فهذه قناعة قبيحة. لأن ما يصير أنت قاعد تبني قناعاتك على عدم ارتكاز على حقائق أو على علم مسبق. اثنين، إذا كانت مرتكزة على فهم خاطئ للإسلام، فإحنا نقول لك تعال اقرأ الإسلام بصورة أسلم، لأن إحنا هم كذلك راح نتضرر من قناعاتك المرتكزة على قراءاتك الخاطئة. سمحت سيد، المجتمع الإسلامي ليس مجتمعا معزول عن العالم، يعني في النهاية هو مجتمع من ضمن المجتمعات الموجودة في العالم. كيف ينظر الإسلام إلى المجتمعات الموجودة التي تبنى قواعدها على الاشتراكية والرأسمالية والديمقراطية وغيرها، بالإضافة إلى كيف يرى تلك المجتمعات، كيف ترى الإسلام؟ بل المجتمعات الأخرى ترى الإسلام، يعني خلنا أجاوب سؤال من نهاية نعم. المجتمعات الأخرى ترى الإسلام على أساس أنه طبعا إذا كانت مرتكزة على قراءة الممارسات، فراح نشوف أن المجتمعات الأخرى ترى الإسلام دين متخلف رجعي، يعني الالتزام بممارساته وتطبيقاته راح يرجع البشرية إلى العصور الوسطى، إلى ما قبل الحضارات. وهذا كله مبتني على لما هم يجون يقرأوا ممارساتنا وتطبيقاتنا للإسلام، وهذا شيء مشكلة. إحنا مسؤولين أن إحنا يعني كونوا دعاة لنا صامتين، أو كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، لأن تطبيقاتكم تتكلم، ممكن كلامكم يكون إليه وقع، لكن تطبيقاتكم هي الأكثر وقعا وتمثيلا للإسلام. فهم لما يجون يشوفون التطبيق بهذه الصورة يعتبرون أن إذا كان الإسلام بهي الصورة فهو متخلف متراجع، بل أن الملتزم فيه قاعد يلتزم بشيء رجعي، بشيء متخلف. هذه نقطة. النقطة الثانية أن بقية المدارس الفكرية هي مو مدارس دينية، يعني اشتراكية، رأسمالية، يعني بقية الليبرالية مو مدارس دينية، لكن هم شلون ينظرون إلى الدين؟
لأنهم عندهم مشكلة ويا الدين. مثلا الاشتراكية عندهم مشكلة ويا الدين سواء كان إسلام أو كان غيره. صحيح. الدين أفيون الشعوب، إسلام، مسيح، يهود، باعتبار أنك أنت تلتزم بالدين فهذا الدين راح يرجعنا، راح يخلينا مخدرين. طبعا هم أسسوا هذه الفكرة على أي أساس؟ لما جاءوا شافوا أن من يلتزم دينيا يرجع البشرية إلى الخلف. لما نجي نشوف أن الممثلين إلى الدين سواء إسلامي، مسيحي، يهودي، اللي كانوا ممثلين إلى الدين كانوا يستخدمون الدين لمصالحهم الشخصية أو بطريقة يعني تحفظ إليهم نفوذهم وسلطتهم، هؤلاء يجون يشوفون أن الدين مشكلة بالنسبة إليهم، خلونا نتجاوزه. أو نقول مو مشكلة، يعني أفضل الرؤى أن نخلي الدين في المسجد وفي الحسينية وما شابه، وفي الخارج كنظام حكم، كنظام دولة، كنظام اجتماعي، كنظام اقتصادي، لا ما إلى الدين أي حضور في هذه الأماكن. إحنا نجي نقول لا، الإسلام تعالوا اقروه بصورة صحيحة وبصورة متكاملة. الإسلام مو لأن ساعات في بعض الأحيان المسلمين هم اللي يساهمون في تثبيت هي الفكرة، وهذا مشكل. لما يجي يساهم في تثبيت أن الدين هو الدين الطقس فقط، أن الدين هو صلاة، صوم، حج، عمرة، كذا، مو الدين هو عقيدة، مو الدين هو انتماء، مو الدين هو نظام اقتصادي، مو الدين هو نظام اجتماعي، مو الدين هو نظام أسري، مو الدين هو شامل لجميع حركات الإنسان ولجميع حياة الإنسان. فإحنا إذا ساهمنا في هذا المنهج مشكلة، راح نثبت، راح نصير عالة على الدين. ما عن المفروض ان احنا نكون الناس اللي يعني تبيض صفحة الدين، تظهر معالم الدين، تظهر جمال الدين. نعم. تظهر جمال الاسلام وجمال الارتباط بالمدرسة الدينية. فنقول اليهم وقاعدين نحاول، مع ان هذه المحاولات قديمة بالنسبة الينا، قاعدين نحاول ان نظهر الجانب المشرق والجانب العملي والجانب النظري والفكري والوعي والروح الموجودة في الإسلام في جميع هذه الحالات، مو بس داخل المسجد كطقوس، مو بس داخل الأسرة كعلاقات، مو داخل المجتمع كعلاقات، مو داخل نظام الدولة، مو داخل النظام الاقتصادي، في كل مكان الإسلام إليه نظرية وإلى حضور. والمفروض أن إحنا كل واحد مسؤول، كل واحد مسؤول، كل واحد باعتبار أنك أنت مسلم منتمي إلى هذا الدين، فأنت مسؤول أنك أنت تظهر الجانب المشرق في هذا الدين. ولازم تحاسب روحك بشكل كبير قبل ما تتحرك أي حركة، هذه الحركة راح تجيب يعني نفعا على الإسلام أو مفسدة على الإسلام. فإذا كانت مفسدة وقف يا حبيبي، الأمر مو متعلق بك أنت، لا تقول حرية شخصية، لا تقول هذا الأمر متعلق بي وأنتم عليكم. يعني مثلا واحد بيشرب خمر، إحنا شو مشكلتنا ويا؟ ممكن واحد يقول أنا بشرب خمر أنا لا راح أضرر، مو أنتم راح تضررون، لا إحنا راح نتضرر وجميع المجتمع الإسلامي راح يتضرر من خلال مضرتك إلى نفسك، لأن كل واحد جزء من هذا المجتمع ويمثل حضور على أساس جزئية. نعم. سمحت سيد، في خلال دقيقة سؤال سريع، هل ترى أن المجتمع الإسلامي يحمل الهم بإظهار المعالم الصحيحة للإسلام في المجتمع الغربي؟ واقعاً الآن؟ نعم. للأسف لا، للأسف أن إحنا ما قاعدين نحمل هذا الهم، ما قاعدين نحمل هم الإسلام باعتبار أنه دين لابد أنه ينتشر بالصورة الناصعة، وهذا شيء مؤسف. يعني مشكلة أنك أنت عطني دقيقة، لو كان بروح فيه أزياد نقدر نكملها بعد الفاصل إن شاء الله. نكمل أعزائي المشاهدين الفاصل، نرجع لكم في الجزء الأخير من الحلقة. حياكم الله أعزائي المشاهدين في الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم، الإسلام والمجتمع، مع سماحة السيد هاني المعلم. سمحت سيد، أنا سامحني قاطعتك على النقطة الأخيرة لكن نكمل الجواب فيها. كان سؤالنا حول أن هل يحمل المجتمع الإسلامي إظهار الملامح الحسنة والصور الحسنة للإسلام للمجتمع الغربي؟ بلي. وطبعا قلنا قبل الفاصل أن للأسف الشديد. نعم. يعني بشكل عام
يعني موجود طبعا أفراد يحملون هذا الهم، لكن بالشكل العام النظرة العامة تقول لنا أن المسلمين للأسف ما يحملون هذا الهم بالشكل يعني الحقيقي والممنهج المدروس والممنهج، مع أنه الإسلام نزل بهي الطريقة، نزل بطريقة أن المسلمين يحملون هم المجتمع الإسلامي بالإضافة إلى هم الدعوة وهم إظهار الإسلام كأفضل دين وأفضل طريقة للحياة وللاتصال مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ناشئ من يعني كثير من التقلبات التاريخية. لما نجي نقرأ التاريخ في تقلبات بشكل كبير، بحيث أنه الناس اللي يحملون هذا الهم أما أنهم مهمشين، أما أنهم يعني منبوذين، أما أنهم يعني مقتولين مطرودين، يعني حياتهم صعبة، حياتهم بشكل كبير فيها مشاكل. فأنا لما أجي أفكر أن أنا بحمل هذا الهم، فأنا قاعد أحكم على نفسي أن أصير من هاي المجموعة، فليش أحملها يعني أحمل هذا الهم؟ خلني أنا كما أنا ومارس حياتي الإسلامية، الطقوس الإسلامية كما هو يعني مطلوب من عندي وخلاص. بعد ما يعني حالة رهبنة، أي خلاص حالة تصير حالة رهبنة. وحتى لو زين إحنا بعد في هاي الحالة ممتازين، يعني لا يعني حتى في حياة في هذه الحالة نحتاج إلى تعديل ونحتاج إلى فهم. يعني حتى في حال لما أجي أصلي فأنا قاعد أصلي وأنا متعب وأنا مستمل وأنا ما قاعد أعطي الصلاة حقها، ولما أجي أخمس والأم طالع من قلبي مو راضي عنه، ولما أجي أصوم ليش نصوم في البرد والحار وكذا، ولما أجي شنون قاعد أطوف حول هذا. ونجي نحاول أن دائما نتعب في توضيح أن هاي الأمور ليها مدخلية كبيرة في رضا الله سبحانه وتعالى، وفي خدمتك أنت كإنسان، وفي وجودك أنت كإنسان، بحيث أنك أنت راح تعيش حياة أفضل. دائما ما نحاول أن نركز في هذا الجانب. موجود جماعة في أوكرانيا يسمونهم شهود يهوى، هذين شهود يهوى من أساس الاتباع أتباع هذين الجماعة هو أنك أنت تصير مبلغ عن الدين عن جماعتهم. يعني في اليوم اللي توقف من عن كونك مبلغ للدين تطلع عن الدين. يعني أنت ما دام من شهود يهوى فأنت مبلغ، ولازم تتعب في هذا الجانب. وهذين المجموعة يتحركون بصورة كبيرة بحيث أنهم مو عرب لكن يتعلمون اللغة العربية عشان يوصلون رسالتهم، يتعلمون لغات ثانية عشان يوصلون رسالتهم. زين احنا شنو سوينا في هذا الجانب؟ من أخذ على عاتقه أنه يتعب روحه شوية عشان يوصل الرسالة الإسلامية بصورة صحيحة. الآن ما موجود تشويه كبير للصورة الإسلامية على المستوى العالم. زين شلون انا احاول بقدر ما اوتيت بالامر الموجود عندي ان انا احسن هي الصوره، واقول للعالم لا ترى الامر مو بهي الطريقه، وهناك في فهم مغلوط، وان هناك موجود يعني مشكله في قراءه النص الاسلامي او فهم النص الاسلامي او فهم الروح الاسلاميه. يعني موجود عندنا 70 مليون، لكن 70 مليون هذين لو كان فيهم مليون بس هو اللي يعني يتحرك بشكل كبير كان صارت نعم. الصورة أكثر مصر للأسف. سمحت سيد، احنا لازلنا في إطار الشبهات اللي حول الإسلام والطرح الإسلامي. إذا تكلمنا عن الحرية سمحت سيد، الحرية هذه أحد الشبهات المطروحة على الإسلام، بأن حتى مطروحة على المجتمع الإسلامي بشكل عام، بأن المجتمعات الغربية تنعم بالحرية وهذه الحرية مفقودة في المجتمعات الإسلامية، والدليل هو حجاب المرأة، الدليل هو بعض الأنظمة الولاية، منظمة القيمومة، قيمومة رجع المرأة، هذه كلها أمور تقيد من الحرية، حرية الفرد في المجتمع. فكيف يمكن لنا أن نبين بأن الإسلام هو مع الحرية وليس ضد الحرية؟ الحرية الحقيقية مع الإسلام وليس ضد صحيح مع غير الإسلام. احنا وش خلنا نفهم الحرية بصورة صحيحة، خلنا نعرفها. وهذا التعريف هو تقريبا متفق عليه للحرية، وهي عدم الجبر من الخارج. نعم. حرية هي عدم الجبر من الخارج. احنا كإسلام يعني في منظورنا للحرية ما أقدر أنزع الحرية عن كون عن العدالة، يعني الحرية والعدالة يمشون في خط واحد. نعم. في الأنظمة الثانية والنظرية الثانية لما يجون يتكلمون عن الحرية تشوف العدالة ميتة. مثلا
عندهم هو عندنا مدرسة اشتراكية وعندنا مدرسة رأسمالية. في المدرستين ينظرون إلى الحرية إما أنها وسيلة للوصول إلى الأهداف أو أن الهدف هي الحرية. أما هي وسيلة للوصول إلى الأهداف فأنا أستخدم الحرية لوصول إلى أهدافي، ولما أستخدم الحرية للوصول إلى أهدافي فأنا بلا شك راح أظلم ناس من شريحة من الموجودين، شريحة من المجتمع، وهذه راح تنتفي فيها العدالة. ولما أظلم ناس الحرية لازم كل واحد له يتساوى مع الآخر في مقدار الحرية اللي يحصلها. أنا لما أستخدم الحرية للوصول إلى الأهداف ففي مجموعة راح تنتهك حرياتهم، فإذا ما موجود عدالة. في ناس راح يحصلون حرياتهم، ناس ما راح يحصلون حرياتهم، العدالة ماتت. فاللي يتبنون هذه النظرية الحرية موجودة لكن العدالة مي موجودة. اللي يتبنون الحرية كهدف أن إحنا نناضل، أن إحنا نتعب نسفك دماء كذا عشان نوصل إلى الحرية، نشوف أن العدالة عندهم أكثر موتا، يعني العدالة أكثر انعداما في طريقة تفكيرهم. لكن إحنا كإسلام نشوف النظرية شلون راقية، احنا ما ممكن ان نقدس الحريه ونخليها موجوده وفي جانب ثاني نعدم العداله. احنا نخلي العداله والحريه موجوده في نفس المستوى وفي نفس الاطار في نفس الاطار الاستخدام، بحيث ان انا اتمتع بالحريه لكن في الوقت اللي هذه الحريه تشاغب حريات الاخرين من العدل ان هي الحريه لازم توقف. صح؟ جميل. إن حريتي توقف لما تبتدي حريات الآخرين. فعشان كذي أنا لازم في بعض الحريات أقيدها، في بعض الأنواع من الحريات لازم أوقفها. أنك أنت حر وتسوي، هذا الإسلام اللي ينادي بأنت حر أنك أنت تقوم بأي شيء إلا الأمور اللي توصل إلى انعدام العدالة في المجتمع أو انعدام العدالة للفرد الثاني من المجتمع. فلو أني أنا بستخدم الحرية مثلا في طريقة حياتي، أريد أطلع في الطريق بدون ثياب، أنا حر، لكن هذه الحركة راح تخدش شعور المجتمع، وهذه الحركة راح تسبب يعني خلل في المجتمع، فراح تنتفي العدالة. هذاكين بعد أحرار أنهم ما يشوفونك بهي الطريقة. فأنا أجي أقول إليك أنت حر أنك أنت تلبس ما تشاء، إلا اللباس اللي يخلي كرامتك تنتهي، لباس الشهرة اللي احنا سمعنا، أو أنك أنت ما تلبس شيء بصورة تامة. فنشوف لا، الحرية موجودة وهم العدالة موجودة. هذا طرح مراقي، هذا الطرح ما يلبي جميع احتياجات الإنسان. يعني مثلا في حقوق المرأة لما يجون يتكلمون أن الأمر في الحجاب هذا تقييد إلى الحرية، منو قال أن هذا تقييد للحرية؟ هذا تقييد مو حرية المرأة، تقييد لحريتكم أنتون اللي تبون تتمتعون بالمرأة كسلعة تطالعونها وتتمتعون أنتون بها، هو حفظ لكيان المرأة، نعم. وهذا الشيء اللي مو ملتفت إليه. زين، المرأة الموجودة في المجتمع اللي يخليها سلعة بحيث أن الكل يعني يتصفحها ويشوفها ويتمتع بها، روح شوفها هل هي رخيصة أم غالية؟ شوفها رخيصة. أما عندنا المرأة غالية، بحيث أن هذا الأمر الحجاب يحفظ كيانها، يحفظها عن أعين الناس اللي عندهم مرض في قلوبهم، يحفظها أن تكون وحدة رخيصة الكل يجي يعني يتمتع بها بدون مقابل. وهذا هو، احنا بالعكس الإسلام يخلي الحرية والعدالة في مستوى واحد، وكل الأفراد يتمتعون به، مو فرد يتمتع به مثل الرأسمالية، الفرد يتمتع بها وآخر ما يتمتع بها. أو في الاشتراكية الكل يتمتعون بالحرية لكن العدالة تنعدم. وهذا مشكلة. فبهي الطريقة سيدنا، السؤال الأخير في هذه الحلقة توصيات، نحاول نقدم حلول عملية. نحن نرى بأن الإسلام لم يعرض بالشكل السليم
من واقع مجتمعي للمجتمعات الغربية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الممارسات التي قد تشوه الإسلام ككل. كيف يمكن أن نعرض الإسلام بالصورة الصحيحة للمجتمعات المخالفة للمجتمع الإسلامي؟ ما هي الآليات، ما هي الأدوات الفعالة العملية التي تساهم في إيصال رسالة الإسلام إلى المجتمعات الغربية؟ رقم واحد، أنا لا أحتاجه أني ألتزم بالإسلام روحا فكرا تطبيقا بصورة صحيحة، وهذا الالتزام لما أنا ألتزم به راح يوضح الصورة الناصعة للإسلام للمجتمعات الثانية اللي عندها أفكار مغلوطة عن الإسلام. يعني مثلا أنا ما أجي أشوف أن حوادث كثيرة صارت للأئمة عليهم السلام مع المخالفين إلى منهجهم، كانوا يستخدمون المنهج الأخلاقي الإسلامي في التعامل معهم، فكانوا الأطراف الثانية لما يشوفون تطبيق الإسلام بالصورة الصحيحة يذعنون إليه. نعم. الله أعلم حيث يضع رسالته، فيشوفون يقول لا، هذا هو الإسلام الحقيقي، مو الإسلام اللي أنا تعلمته في الجانب الآخر المخالف. فتعالوا احنا كمسلمين لما نطبق الإسلام فكرا منهجا روحا واعيا، طقوس طقوس حقيقية بعد مو طقوس صورية، أنا بهي الطريقة قاعد أوصل الفكرة الناصعة الواضحة البيضاء للإسلام إلى الآخرين، راح يعرفونه كمدرسة وكنظام يلبي جميع الاحتياجات. هذا رقم واحد. طبعا أنا ما راح أقدر أسوي هذا إذا كنت أنا جاهل بالأسس الإسلامية الصحيحة، وهذا أكثر مشكلتنا، أن احنا نقرأ ما يعني يؤمنون ببعض ويكفون ببعض. كثير من هاي الآية، روح هاي الآية تتكرر بصور مختلفة في القرآن الكريم. ليش؟ لأن بعض ممن يتبعون الإسلام أو من يتحدثون باسم الإسلام أو من يمثلون الإسلام يؤمنون بالأمور اللي تناسبهم ويكفرون بالأمور اللي ما تناسبهم. إضافة أنه أنا لما أجي أتعلم الإسلام ما أتعلمه بالصورة الصحيحة، أو طبعا احنا ما أتعلمه بالصورة الصحيحة فضلا عن في ناس أصلا ما يتعلمونه، وهذه مشكلة. يعني تعالوا احنا أكثر دين يحث على العلم وعلى التعلم، اطلبوا العلم ولو في الطين لو في الصين، ليس منا من لم يجعل في جمعته يوما يتفقه فيه في الدين، ليت الصيات على رؤوس أصحابي حتى يتفقه في الدين. أكثر دين يطلب من أتباع أنه تعالوا تعلموا. يعني جيب يعني أنا أحتاج أن أطلع على بقية الأديان بشوفها شلون تتعامل في جانب العلم، تدعوهم إلى العلم أو بصورة مثل ما إحنا ندعو في الدين الإسلامي في مذهبنا إلى التعلم أو لا. لكن إحنا عندنا كم هائل كبير من النصوص اللي تخاطب الأتباع إلى هذا الدين إلى هذا المذهب أنه تعالوا تعلموا. ليش؟ إذا تعلمتون راح تفهمون، إذا فهمتون راح تطبقون، راح تطبقون بصورة صحيحة، ولما تطبقون بصورة صحيحة راح ينتشر نور الإسلام بصورة صحيحة. بعدين أجي أنا أنتخب الوسائل الصحيحة في توضيح الإسلام. الوسائل الصحيحة في توضيح الإسلام هي ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن. تعال فكر بالصورة الصحيحة، أنا هذا الإنسان شلون أقدر أدعوه؟ ما شفت أنا الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم يعني دعا الناس إلا بطريقة الصحيحة السليمة الحكيمة اللي فيها دائما استمالة إلى الطرف الآخر، وما شفت أنه كان يدعوهم بالصورة الخشنة أو الجلفة أو أن أنتم أما وياي أو في النار. لا بالعكس، كان يقول لهم تعالوا خلونا نفكر، تعالوا خلونا يعني نشوف هو الأفضل شنو، لأن أنا مقتنع أن أنا عندي الأفضل. فلما أجي أقول لك تعال خلنا نشوف الأفضل وين وأجي أبين لك الأفضل، كل واحد ذو عقل راح يختار الأفضل. فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بهي الطريقة، وهي أصور أشياء بسيطة متوفرة عن كل من وكل من يقدر يطبقها. نعم. يعني مو شيء صعب، قاعد نطلب أطلب العلم طبق بصورة صحيحة وانشر بصورة صحيحة. هذه الأم هاي الأمور الثلاثة متوفرة إلى الجميع ويقدرون أنهم يطبقونها بصورة كلش سهلة. نعم. وهذا الأمر ما يحتاج من عندهم إلى جهد كبير ولا يحتاج منهم إلى يعني طاقة كبيرة، بالعكس يعني أقدر أسويها وأنا موجود في البيت وأنا موجود في العمل وموجود في الدراسة وموجود في أي مكان، موجود في الوطن موجود خارج الوطن، أقدر أسوي هاي الأمور بصورة كلش سهلة.
فهذا هو المطلوب. خلاص إذا فهمنا هذا الأمر وأنا تابع إلى هذا الدين وتابع إلى هذا المذهب، كل اللي أحتاجه أن أنا أستشعر المسؤولية وأقوم بالفعل، انتهى الموضوع. واقعا هذا اللي نحتاجه مبدئيا هو استشعار المسؤولية وحاجة المجتمعات للتعرف على الإسلام الصحيح والإسلام المحمدي الأصيل. سماحة السيد، أنا كنت مستمتع جدا بهذه الحلقة، وأتمنى إن شاء الله السادة المشاهدين كانوا مستمتعين كثر ما أنا مستمتع. وأنا هم كذلك مستمتع بالجلوس معكم والكلام. الله يسلمك سيدنا. إن شاء الله إحنا نتمنى نلتقي في أقرب وقت في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لقبول الدعوة سيدنا. الله يسلمك. الله يخليكم. الله يحفظكم. أعزائي المشاهدين، انتظرونا في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج إسلامنا. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.